كان في حصل جدل قدامي في المسجد عن يعني واحد كان جاي متاخر في الصلاه نعم فاللي جاي متاخر دوت صلى بالركوع ففي واحد جنبه قال له انت كده احتسبت ليك ركعه اه يعني اول دخوله للصلاة الصلاة واحد رد قال استاذ أو يوسف اول دخوله إلى الصلاة دخل والإمام كان راكعا تمام كده؟ اه فقبل الإمام ما يرفع أوه. من الركوع هو كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر التكبيرة الركوع كبرت وركع مع الإمام تكبيرة الإنتقال وركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع تمام؟ تمام طيب هم. تمام نعم. فحصل جدل على النقطة ديت ففي واحد قال هو الركعة تحتسب بالركوع وفي رأي تاني قال في حد آه. تاني قال يا جماعة في رأي بيقول ان الركعه تحتسب بقراءه الفاتحه وفي حديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. بيقول أه. في حديث ما حديث ما معناه أه... لا, ف... لا صلاه الا بام الكتاب أه. ايوه نعم بس الامام نعم. هو قرأ ان أه. انه الصح يا شيخنا ولا احنا نعم. يعني ان واحد فيهم الصح حاضر, سؤال, سؤال, حاضر, حاضر. سؤال جميل يا استاذ يوسف جزاك الله كل خير نعم يعني الدخول في الصلاه حضرتك تحتسب الركعه بالركوع ام بقراءه الفاتحه خلينا الاول نفرق بين صلاه الجماعه نعم وصلاه الفرد او الفذ نعم لو واحد بيصلي لوحده يعني قمت انا دلوقتي كده اصلي ما ينفعش اقول الله اكبر واقوم راكع بطلت صلاتي ليه ما قراتش لاني لم اقف بعد تكبيرة الإحرام ولم أقرأ بفاتحة الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا أبو هريرة يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن صلاته خداج يعني باطلة فصلاة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة مم. اللي هيقول الله أكبر ويركع يعيد صلاته تاني لأنه لم يقرأ الفاتحة أيوة. ده حضرتك في صلاة الفرد لو بصلي لوحدي الفرض اه نعم أو بصلي امام انا امام انا اللي امام ورايا مأمومين مم وجيت عامل كده بطلت صلاتي وصلاة المأمومين اللي ورايا نعم حلو كده نعم جميل تعال نعكس بقى لو انا مأموم يعني دخلت خلف امام المأموم حكمه في الصلاه بيرتبط بإمامه نعم ففاتحه الإمام هي فاتحه للمأمومين حتى إن لم يقرأ المأمومين الفاتحة لا المأموم ما يقرأش الفاتحة لو ما قرأهاش طالما الإمام قرأها فهي طالما للجنة. الإمام قرأها وإنت واقف وراه إنت ما بتعرفش تقرأ الفاتحة مثلا نعم. أو دخلت وهو كان بيقرأ في الصلاة الجهرية بيقرأ الصورة بعد الفاتحة آه وفي بعض المذاهب حضرتك بيقرا الامام الفاتحه آه ثم السوره اللي بعد الفاتحه مباشره بدون يعطي المساحه لل ما بيديش المصليين. وقت في الصلاه نعم. الجهريه ما بيديش وقت للناس تقرا وراءه. فبيقول ولا الضالين امين قل هو الله احد على نعم. طول كده. نعم. طب الناس اللي وراه ما قراوش الفاتحه؟ او واحد دخل وجد الامام يقرا الايات بعد الفاتحه، يعني دخل في الصلاه والامام بيقرا الايات اللي مم. بعد الفاتحه. اللي داخل ده دا ما قراش الفاتحه خد بالك نعم او واحد داخل في الصلاه السريه اللي هي الظهر والعصر ووجد الامام يعني هم بالركوع هيركع خلاص نعم. اكيد طبعا الامام قرا الفاتحه وقرا السوره والايات مم. وداخل على الركوع مم. هنا ده دا اللي داخل ده دا حسبت صلاته رغم انه قال الله اكبر وفجاه وهو بيقول كده لا الامام بيركع ركع معاه صحت صلاته نعم صحت صلاته نعم. طب واللي دخل المسجد وجد الإمام راكعا عنده بس إيه تكبيرة الإحرام تجيبها الله أكبر وبعدين تكبيرة تانية بتاعت الانتقال من القيام إلى الركوع الله أكبر ثاني ثم أدركت الإمام بمقدار تسبيحتين أو ثلاث تسبيحات أو تسبيحة واحدة عند المختلفين الفقهاء لكن المهم إنك تطمئن تكون مطمئن كويس كده صحت صلاتك يعني حسبت ركعه حسبت ركعه نعم ولا لا يشترط اعاده هذه الركعه مره اخرى في راي فعلا عند الفقهاء ان هو بقى المشكله فين انه يا ترى هل انا ادركت ما مقداره على الاقل تسبيحه مع الامام ولا لا خد بالك اللي هو الامام قال الله اكبر وركع الركوع اللي هو الانحناء مم. من الوقوف. لو... غير السجود ز... زوية... غير يعني. السجود اللي هو على الارض، ده حاجة مم. تانية دي اسمه سجود نعم عن الركوع، الإمام كان واقف وما إلى الله أكبر وركع. الركوع ده بيقول فيه تسبيح مش كده؟ ثلاث تسبيحات اه اللي هو سبحان ربي العظيم ثلاثة دي سنة مم. النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا دخلت ولقيت الإمام راكع وقلت إلى الله أكبر وجيت قايل تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال الله اكبر لسه بقول سب لقيت الامام السميع الله لمن حمده كده ما ادركتش انا حاجه اه لم تحسب ركعه لا تحسب ركعه اه حلو كده رغم ان انا في الوقت اللي كنت بنزل فيه كان الامام بيطلع طيب فرضنا انا دخلت قلت الله اكبر وركعت وقلت سبحان ربي العظيم مطمئنا فسمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمد ولو بالمقدار تسبيحة واحدة صحت صحت صلاتي وأدركت الركعة مع الإمام. طيب جميل. فهي بيبقى الفرق بينها بسيط فعشان كده الناس اللي ما بتحبش تخش في في المسابقة دي يعني فيقول لك أنا علي بإيه أنا أضمن صلاتي تبقى مظبوطة وخلاص أكمل ركعة زيادة أكمل ركعة زيادة أبقى نعم أنا هي مش زيادة فهو يعني عشان نعم يبقى مطمئن. طيب. صلاته صحيحة أيضاً. نعم وصحت صلاته. لكن إذا أدرك المأموم الإمام راكعا بمقدار تسبيحة أو تسبيحتين أدرك الركعة وبالتالي الرأي الأولاني زي ما الأخ قال هو الرأي الأصوب وإن كان الرأي الثاني أيضا صوابا فلا داعي للخلاف في مثل هذه الأمور هذه مسائل مختلف فيها المختلف فيها مقدار التسبيحة مش فكرة مش عشان الفاتحة لا, لا هو الإمام قرأ الفاتحة طالما لا. نتبع إمام لا. كما قال المالكية الم... المأموم أسير عند الإمام نعم فهو يعني بإيه بي... طيب. بيلتزم ب... فضيلة الشيخ يعني أحيانا كثيرة نرى من بعض المصلين أنه دخل إلى المسجد متأخرا والإمام في صلاة الجماعة كمثل هذه الحالة وهو راكع فهو يعني يكبر فقط تكبيره الاحرام ثم يركع ويقول ان تكبيره الاحرام يعني جبت ايضا تكبيره الركوع. هل هذا راي صحيح؟ لا يعني بتكبيره واحده بتكبيره واحده تكبيره م. الاحرام قال الله اكبر ثم ركع. لا م. هو تكبيره الاحرام لانها ركن من اركان فلا الصلاه فلا تصح الصلاه الا بها. طيب. اما تكبير الانتقال فهو سنه. أوه. فحتى لو تركه يعني يعني ممكن يجبره حتى يعني بسجود صلاه. لكنه لو كان تابعا لامام فيجبره الامام عنه. نعم واخد بالك؟ الله ولكن احنا بنقول انه يا اخوانا مهم جدا ان احنا نلتزم حتى بالسنن في الصلاه م. فضروري جدا وانت داخل في الصلاه لان احنا مش عارفين التكبيره انت عملتها دي تكبيره احرام ولا تكبيره انتقال؟ م. يعني يغلب عليها تكبيره الانتقال من القيام الى الركوع. اما تكبيره الاحرام هتلاقي الكثير بيدخل يعمل كده الله اكبر ويدخل مم لا دي مش تكبيره احرام ولذلك اشترط الفقهاء في تكبيره الاحرام مواصفات مختلفه عن تكبيره الانتقال اه انه يرفع بها الى مستوى صدره او مستوى كتفيه او مستوى شحمتي الاذن اسمها تكبيره الاحرام يعني انت كده بتنتقل من عالم الى عالم، من هيئه الى هيئه. طب كيف تكون ف... تكبيره الانتقال حضرتك الانتقال عشان بتبقى ممكن هو الله اكبر عادي خالص اكبر يعني رفع اليد مجرد رفعه بسيطه رفع بسيطه الله اكبر او ممكن لا يرفع اليد ويقول الله اكبر وممكن كمان يكبر نعم. نعم. لكن السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع نعم. يديه مع التكبير. فهذا يعني عشان بس الناس تفرق ما بين تكبيره الاحرام وتكبيرات الانتقال. نعم, نعم. جزاك الله كل خير فضيله نعم. الشيخ